فاجعة السدود درنة تطيح بمسؤولين ليبيين. أوكرانيا تتسلم دبابات أبرامز الأمريكية. تحد خطير يغزو تيك توك ويثير هلعا في المدارس. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم إلى التفاصيل. بعد الفاجعة التي حلت بدرنة وعقد تصاعد الأصوات الغاضبة المطالبة بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن الكارثة، أعلن مكتب نائب العام الليبي أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً وقررت حبس 8 مسؤولين حاليين وسابقين احتياطياً، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود، بالإضافة إلى عميد بلدية درنة الذي أقيل من منصبه قبل أيام. في السياق، طلبت لجنة السياسات من المجلس الأعلى للدولة بفتح تحقيق دولي شامل في أسباب انهيار سدي درنة وبضرورة الإسراع في توفير الرعاية الصحية اللازمة والإعانة الدولية للتخفيف من وطأة هذه الكارثة. بعد طول انتظار، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصول دبابات أبرامز الأمريكية إلى بلاده. هو ما أكده مسؤولان أمريكيان في وزارة الدفاع لصحيفة نيويورك تايمز. المسؤولان قالا إن شحنة من دبابات أبرامز M1 وصلت إلى أوكرانيا لاستخدامها في هجومها المضاد ضد القوات الروسية ودون الكشف عن عددها. كانت واشنطن تعهدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة من هذا الطراز في قرار شكل تحولاً في الموقف الأمريكي، إذ كان مسؤولون عسكريون أمريكيون أشاروا مراراً إلى أن سلاح معقد لا يناسب القوات الأوكرانية، وستكون الدبابات الجديدة مزودة بطلقات من اليورانيوم المنضب الخارق للدروع من عيار 120 ملمتراً. بعد مهمة دامت 6 سنوات، اخترقت كبسولة تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا الغلاف الجوي للأرض وهبطت في صحراء يوتا الأمريكية حاملة على متنها أكبر عينة للتربة على الإطلاق جمعت من كويكيبي بينو. هذه المركبة كانت قد انطلقت عام 2016 ووصلت إلى بينو في عام 2018، ثم قضت نحو عامين تدور حوله قبل أن تقترب بدرجة كافية انتزاع عينة من سطحه بواسطة ذراعها الألية عام 2020. وبينو هو كويكب صغير غني بمركبات الكربون، اكتشف في عام 1999 ويصنف على أنه جسم قريب من الأرض إلى أن احتمالات الاصطدام به بعيدة. مرة جديدة يغزو تحد كارثي منصة تيك توك وينتشر بين طلاب المدارس بشكل واسع لا سيما في فرنسا، يتجسد في صفع الرأس، فتل الرقبة دون سابق إنذار. التحدي يعتبر خطيراً إذ يمكن أن يؤثر على العمود الفقري والعنق وقد يكون قاتلاً. هو ما دفع القطاع التربوي للاستنفار إحدى المدارس دقت ناقوس الخطر بعد شكوى من إحدى الأمهات إثر تعرض ابنها لإصابة بسبب هذا الترند الخطير. كما أرسلت السلطات التربوية المعنية مذكرات إلى مديري المدارس لتقديم إرشادات واضحة ورفع مستوى الوعي حول تلك الظاهرة التي حصدت فيديوهاتها مئات الآلاف من المشاهدات وانتشرت حتى بشكل واسع. خلال الأيام الماضية توجهت جميع الأنظار إلى شركة أبل مع التهافت الكبير على الشراء آيفون 15، ولكن بعد اقتنائه من عدد كبير من المستخدمين بدأت بعض الانتقادات بالخروج إلى العلن. فبعض المستخدمين قالوا إن لون مادة تيتانيوم المصنوع منها يتغير عند ملامسته للعرق، فيما أقرت أبل بهذه المشكلة، لكنها قالت إنها مشكلة مؤقتة وتكون عند تعرضي للزيوت الطبيعية من جلد المستخدم. لذا نصح بعض الخبراء اتباع مجموعة إجراءات لتقليل مشكلة تغير لون الإطار المعدني، منها تجنب حمل الهاتف أثناء ممارسة الرياضة أو التعرق.